مشاهدي شوف تي في، مرحبا بكم معنا فيما كنتو. اليوم هي اول حلقه من شوف كاست، واللي غنهضروا فيها على عده مواضيع اقتصاديه، وابرزها ارتفاع سعر الدلاح محليا واحتلال المغرب للمرتبه الرابعه في تصدير هذه الفاكهه الى الاتحاد الاوروبي. وباش نناقشوا هذا الموضوع بدقه غيكون معنا الاستاذ محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. استاذ محمد جدري، مرحبا بك معنا اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا. استاذ، لا شك انك طلعت الى الخبر وعندك درايه به في ارتفاع سعر الدلاح محليا واحتلال المغرب للمرتبه الرابعه في تصدير هذه الفاكهه الى الاتحاد الاوروبي. ما هي قراءتكم في هذا الموضوع استاذ؟ وهو بالنسبة لهذا الأمر، هذا أنا كنظن بأن ارتفاع ديال الأسعار ديال الدلاح على المستوى المحلي وكذلك ارتفاع ديال الصادرات ديالنا من هاد الفاكهة هذه، كنظن بأن راجع لمجموعة من الأسباب اللي أصبحت اليوم معروفة. أول حاجة هو أن كنعرفوا بأن السعر على المستوى المحلي يتحدد أساسا عن طريق يعني العرض والطلب، بما أن المغرب يعني كيمر هاد السنوات يعني الست الماضية ما عدا سنة 2021 من واحد المواسم ديال الجفاف اللي هي حادة، وبالتالي ما عندناش واحد الأمطار اللي هي كافية في الاتجاه هذا، تخلينا أننا المساحات المزروعة ديالنا من هاد الفاكهة هذه أنها تكون واصلة واحد المستويات اللي مزيانة، وبالتالي يعني المعروض من السلع على المستوى المحلي هو ما كيجاوبش على الطلب، هذا هو اللي خلى الأسعار وصلت لمستويات اللي هي مرتفعة. أمر الثاني كذلك اللي خصنا نعرفه هو أن هاد الفاكهة هذه إلى أمد قصير يعني كانت كتحظى بالدعم ديال الدولة باش أن الناس أنهم يستفادوا من الدعم، ولكن هاد السنتين الماضيتين الدولة يعني رفعت الدعم ديالها مثلها مثل الفريز مثل لافوكا باش أننا نحاولوا ما نبقاوش نصدروا المياه ديالنا نحو الخارج، وبالتالي هاد الأمور خلات بأن كذلك واحد مجموعة من المزارعين انهم ما كزرعوش هذه الفاكهه هذه، وبالتالي في نهايه المطاف ما عندناش يعني النسبه ديال المعروض من السلع على المستوى المحلي ما كايناش. الامر الثالث واللي هو اساسي هو ان المنتجين المغاربه كيفرضوا بدرجه اساسيه انهم يصدروا الدلاح نحو الخارج عوض انهم يبيعوه للسوق المحليه. علاش؟ لان ملي كيبيعوه نحو الخارج كيكون بواحد السعر اللي هو مرتفع، في حين ان ملي كنبيعوه في السوق الداخليه ما كتكونش واحد المردوديه اللي هي كبيره، وبالتالي لهذه العوامل مجتمعه من ناحيه لقينا بان اسعار الدلاح على المستوى المحلي ارتفعت لمستويات اللي هي كبيره، والامر الثاني هو ان المغرب يعني من بين اربع دول على المستوى في الاتحاد الاوروبي اللي كتصدر هذه الفاكهه ديال الدلاح ديالنا. استاذ، شفنا كذلك ايضا ان نزار بركه وزير التجهيز والماء اكد ان هناك انخفاض غير مسبوق في جل الفرشات المائيه بالمغرب، الا اننا كنشوفوا اليوم اننا كنتصدروا المرتبه الرابعه كما قلنا في الدلاح والافوكا والتوت الازرق وكذلك مطيشه. باش كتفسر اين يكمن الخلل وشنو الاسباب ديال؟ لا وشوف، هو دابا هو خصنا نعرفوا واحد القضيه اللي هي مهمه، وهذه امور فيها واحد الامور اللي هي مغلوطه خصنا نحاولوا ما امكن ان نصحوها بالنسبه لمجموعه من المشاهدات والمشاهدين الكرام. اليوم ما خصناش نبقاو نديروا واحد الشيطانه ديال المصدرين ديال المغاربه للخضر والفواكه، لان اليوم خصنا نعرفوا واحد القضيه اللي هي مهمه. ما يمكنش يكون شي مستقبل للفلاحة على المستوى الوطني بدون تصدير. علاش؟ لأن هذاك الفلاح الكبير والفلاح المتوسط إذا ما صدرش السلع ديالو نحو الخارج ما يمكنلوش أن يحقق واحد التوازن مالي بالنسبة للمقاولة ديالو بالنسبة للضيعة ديالو، لأن ملي كتصدر مطيشة أو بطاطا أو البنان أو التفاح أو لافوكا أو شحال من حاجة، هذاك التصدير اللي كيصدرو هو اللي كيخلي أن يخدم واحد مجموعة من الناس على المستوى المحلي، وكذلك أنه يجاوب على المستوى المحلي للحاجيات ديال المغاربه من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكذلك البيض، وبالتالي اليوم خاص يكون عندنا واحد التوازن في الاتجاه هذا. صحيح ان المغرب يمر من مواسم الجفاف اللي هي اصبح جفاف اللي هو هيكلي وبنيوي، ولكن هذا ما غيمنعش ان الناس يواصلوا العمل ديالهم في الاتجاه اليوم اللي هو معروف واللي هو اساسي، هو ان الدوله فيما يتعلق لا بالجيل الاخضر ولا ما يتعلق بالماء الاخضر رفعات الدعم ديالها على كل ما يتعلق بالاشجار المثمره اللي كان في السابق انها كدعم. اليوم اللي بغى شي فلاح انه يمشي في الاشجار المثمره ما يمكنش ان الدوله المغربيه تمنعه انه يزرع لافوكا ولا يزرع الفريز ولا يزرع البطيخ ولا يزرع مثلا شي حاجه اخرى، ان الدوله تمنعه، ولكن هو خصو يتحمل الصائر ديال جميع السلع. هذا هو اللي خلى المغرب اليوم ان مجموعه من الفلاحين خصوصا الفلاحين الكبار والمتوسطين كيواصلوا تصدير واحد مجموعه من السلع، وهذا امر كنظن بان امر اللي هو ايجابي. علاش؟ لان هذه الصادرات هذه كتجيب لنا واحد العمله صعبه اللي هي مهمة. مثلا ملي كندوز سنة 2023
راه كل ما يتعلق بالصادرات ديال الفلاحه ديالنا وصلت لواحد 83 مليار ديال الدرهم، ولكن بالمقابل حنايا كنستوردوا 86 مليار ديال الدرهم اللي كنستوردوا، يعني الحبوب والقمح والذره والشعير والنباتات الزيتيه ومجاور الاذكه. وبالتالي اذا ما كانش عندنا التوازن ما بين الصادرات ديالنا والواردات ديالنا، راه يمكن لنا نوقع في جوج مشاكل: اما ما غنلقاوش السلع في السوق المحليه، واما ما غنلقاوش الفلوس باش نخلصوا هذه الواردات باش نجيبوها من الخارج. شفنا ان نشطاء وخبراء في المجال الفلاحي انتقدوا الوضع وطالبوا بتقليص المساحات المزروعه في ظل تفاقم الاجهاد المائي، ماذا تقول في هذا القرار؟ لا انا كنظن شوف هذه المساله ديال الاجهاد المائي في المملكه المغربيه خصنا نعرفوها بانها امر اللي هو واقع. اليوم المغاربه كيعيشوا واحد الاجهاد مائي، بالاكثر من ذلك ان الاستهلاك ديال الفرد يعني المواطن المغربي اليوم ما بقاش كيتعدى واحد تقريبا في اقصى الحالات ديالنا واحد 600 متر مكعب يعني في 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 السنه. هذا الرقم اللي هو ضعيف جدا، لان الى امد قصير كنا في 900 و1000 و1200 لكل فرد. ولكن اليوم خصنا نعرفوا بان الفلاحه هي مكون اساسي في الاقتصاد الوطني، هي المشغل رقم واحد. هذه نسب البطاله اللي عندنا اليوم اللي وصلت تقريبا 13.7%، من بين الاسباب الرئيسيه ديالها هو اننا فقدنا واحد مجموعه من مناصب الشغل في قطاع الفلاح. مثلا السنه الماضيه سنه 2023 فقدنا تقريبا اكثر من 297 الف منصب شغل، تقريبا واحد 300 الف منصب شغل. وبالتالي هذا الامر هذا كيخلي ان نسب ديال النمو ديالنا عوض نوصل واحد النسب ديال 4 او 5%. السنه الماضيه يلا حققنا 3.4% بمجهود ديال السيارات والطائرات والنسيج والصناعه التقليديه والسياحه ومغاربه العالم وجودك، ولكن القطاع الفلاحي لم يساهم بقيمه المضافه الفلاحيه اللي هي مهمه. نفس الامر هذه السنه هذه، كذلك السنه هذه كان من المتوقع ان نحققوا واحد 3.7%، لكن سوف نحقق في ابعد الحالات واحد 2.8 الى 2.9، راجعه درجه اساسيه الى تراجع القيمه المضافه الفلاحيه. اليوم خصنا نعرفوا بان المغرب اليوم يتعايش مع هذه الفتره ديال الجفاف ديالنا. اليوم ما يمكنش نمنعوا الناس انهم ما يزرعوش واحد المزاعات مزروعه، او مثلا ما يبقاوش يديروا اشجار مثمره، ولكن اذا قلصنا واش غيكون هناك؟ لا، حنا خصنا نمشيو للحل. الحل شنو هو؟ هو ان خصنا نوفروا المياه. باش نوفروا المياه ديالنا عندنا واحد مجموعه من الحلول اللي حنايا خدامين فيها. اليوم خاصنا نوفروا اول حاجه الماء صالح للشرب، لان الناس هما اللي بدرجه اساسيه خاصهم ينقاو النحل الروبيني، خاصهم ينقاو الماء صالح للشرب. ولكن كذلك الفلاح كيف ما كان صغير متوسط او كبير حتى هو خاصو يلقى يعني باش انه يسقي هذوك المساحات المزروعه ديالو. هذا الامر هذا باش نكونوا واضحين مع المغاربه، يعني نكونوا معاه خطا بلا الصراحه، ما عندهاش علاقه بتقليص المساحات المزروعه، ما عندوش علاقه بتقليص المساحات المزروعه. والامر هذا غنبقاو نتعايشوا معاه. خص المغرب يعرفوا بان ما غيتحلش لا السنه المقبله وسنه 2026، ما غيتحل على اقل تقدير حتى 2027. ولكن في هذه الفتره ما يشكلش علينا خطر؟ لا، راه اصلا يشكل علينا خطر، اصلا يشكل علينا خطر، لان اليوم احنا اصلا راه كنشتروا الخضره وكنشتروا الفواكه وكنشتروا اللحوم الحمراء وكنشتروا اللحوم البيضاء وكنشتروا بمستويات اللي هي قياسيه. راه اللحم غير قبل الجائحه كان كيدير 60 درهم 70 درهم، اليوم كيدير 120 درهم. نعم، كنشوفوا ان الطبقه المتوسطه بدات كتنازل اصلا، هي كتاكل كتاكل الضق كتاكل الضق مثلا، فما بالك بالهشه بالطبقه الهشه. طبيعه الحال، طبيعه غير هو. شوف دابا يا خاصنا خصنا نعرفوا هادشي، ما فيش عصا ديال السحريه ولا غنجيو غادي نحلوا. اليوم كاينين واحد ربعات المحاور اللي هي اساسيه اللي خاصنا نمشيو فيها الى ابعد مدى وما خاصناش نضيعوا فيها الوقت. شنو هي المحاور هذه؟ المحور الاول هو كل ما يتعلق بربط الاحواض المائيه. شنو هي ربط الاحواض المائيه؟ هو ان المغرب كبلد الجفاف اللي فيه ماشي الجفاف ديال الشمال، هو الجفاف ديال الجنوب، ماشي الجفاف ديال طنجه، هو الجفاف ديال الدار البيضاء ولا ديال الرباط. وبالتالي عندنا الماء كاين في الشمال وما عندناش في الجنوب. اذا غندير واحد الطريق سيار ما بين الاحواض المائيه اللي في الشمال، هو درناه ما بين واد السبوق واد ابو رقراق، وغندير واحد الحوض الثاني اللي غنتو غنديرو باش اننا نربطو ما بين، باش ان من يكون عندنا واحد الفائض في المياه على المستوى ديال الشمال المملكه نهبطوها للجهه الشرقيه ديالنا، الدار البيضاء، الدكاله، اللي هما هما كيديروا عندهم واحد المساحات مزروعه. في نظرك اذا درنا هذا الحل، اسف على المقاطعه، اذا درنا هذا الحل واش غنواكبوا لسنة 2027 كيف ما قلتي أو لا قل؟ لا، هو المخطط ما غيسيت 2027، حنا غنمشيو فيه خطوة خطوة حتى 2027. المسألة الثانية هي كل ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر. علاش؟ باش السدود ديالنا تبقى تمشي لينا فيما يتعلق بالفلاحة، والساكنة ديالنا نزودوها بتحلية مياه البحر.
اليوم الهدف ديالنا هو وصلوا الى 36 محطه لتحليه مياه البحر. هادشي كان في تاخر، لان مثلا على سبيل المثال المحطه ديال الدار البيضاء كان خاص تكون اليوم تكون يعني تكون باديه في العمل ديالها، في حين دابا يلاه كنجهزوا فيها. الامر الثالث كذلك اللي هو مهم هو ان اليوم ما بقاش مقبول منا مثلا في واحد المدن اننا نسقيو مثلا الغازون ديالنا او نسقيو مثلا المساحات الخضراء او مثلا الغولف ديالنا او غسيل السيارات او غسيل الزرابي بالماء صالح للشرب. ما يمكنش نمشيو في الاتجاه هذا. اذا خاصنا واحد البديل. شنو هو البديل؟ هو كل ما يتعلق بواحد المحطات ديال المياه العادمه المعالجه، يعني هذاك الواد الحار اللي عندنا خاصنا نشدوه ونعاودو نتخيطوه عاوتاني يوليو فيه واحد الماء. هذاك الماء ما غنشربوش طبيعه الحال لان ما يمكنش نشربوه، ولكن يمكن لينا نغسلو بيه طوموبيل، يمكن نصاوبو بيه زربيه، يمكن لينا نسقو بيه واحد المساحه خضراء، لان المساحه الخضراء ما غنزرعو فيها والو، وبالتالي كان واحد الماء اللي غيمشي لنا اللي غادي علينا كنستغلوه. الامر الرابع واللي هو مهم جدا هو اننا خاصنا نواصلوا كل ما يتعلق ببناء السدود الصغيره والسدود المتوسطه. ولكن غيجي واحد متسائل وغيسولنا واحد السؤال اللي غيتبهر جميع المغاربه، غيقول لك كيفاش المغرب فيه جفاف وانتوما كتقولوا خاصنا نواصلوا بناء السدود، بحال هما شيئين متناقضين. صحيح ملي كتشوفها من قريب كتبان بان شيئين متناقضين، ولكن لمشي لعمق الاشياء غتلقى بان غير متناقضه. علاش؟ لان هاد التقلبات المناخيه اللي كيعيشها المغرب وهاد المشاكل اللي عندنا ولات كتجيب لينا واحد الفيضانات في الصيف. مثلا على سبيل المثال الفيضانات ديال زكوره السنه الماضيه او الفيضانات ديال الجنوب الشرقي في هذه السنه هذه اللي كانوا فيها بزاف ديال الضحايا ضاعوا فيها في طاطا وفي بورزازات ومجموعه مناطق. هذاك الماء ملي كيطيح لنا فيضان الا ما كانوش واحد السدود اللي غنجمعوها فيها كيمشي للمحيط كنضيعوا فيها. وبالتالي خصنا من الناس يعرفوا واحد القضيه، مثلا الفيضانات ديال زكوره السنه الماضيه لو جمعناها يمكن لها انها تكفي كماء صالح للشرب لاقليم زكوره لخمس سنوات، وهاد الفيضانات ديال طاطا يمكن ليها ان تجمع الناس، يمكن ليها ان تجاوب على الحاجيات ديال الاقاليم الجنوب الشرقي لخمس او ست سنوات. وبالتالي هاد المناطق هادي خاصنا نديرو فيها واحد مجموعه من السدود صغيره ومتوسطه باش نجمعوا. هاد الاربعه محاور اللي قلت لك ما غتساليش اليوم وما غتساليش غدا، ما غتساليش 2027. علاش؟ اذا 2027 ملي غنقولوا غنديروا واحد الموسم في الحيل المتوسط غنكونوا متاكدين بان غنديروه، لان كنتحكموا في الماء ديال تحليه مياه البحر، كنتحكموا في المياه ديال الاحواض المائيه، كتحكموا في المياه ديال المياه العادمه المعالجه، وكتحكموا في المياه ديال السدود الصغيره والمتوسطه. ما غنبقاوش كنتسناو سخاء السماء واش الامطار غتجيب الماء ما غتجيبش الماء، ولكن من هنايا 2027 كانت الامطار غنحققوا واحد الموسم اللي هو متوسط، ما كانتش الامطار غنحققوا واحد الجفاف، والجفاف بطبيعه الحال يؤثر على الاسعار ويؤثر على التصدير ويؤثر على التشغيل ويؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجه كامله. أستاذ كيفاش كتشوف المخطط الأخضر؟ واش فعلا نجح أو ستكون نتائجه وخيمة على المستهلك المغربي؟ وهل فعلا الفلاح كيستافد أم هو المتضرر الأول؟ لا وشوف باش نكونوا موضوعيين خاصنا نشوف الأمور في شموليتها، فيما يتعلق بالمخطط ديال المغرب الأخضر أو فيما يتعلق بالجيل الأخضر اللي هو يعني التكملة ديال المخطط الأخضر، خاصنا ناخذ الأمور يعني بواحد الشموليه ديالها، وهذا الشيء خصو يتناقش بواحد الموضوعيه وخصو يتناقش بواحد الحياديه وبعيد عن كل التكتلات السياسيه، لان هذا الشيء خصنا ناخذوه لان هذا الشيء في مصلحه المغرب درجه اساسيه. مخطط المغرب الاخضر انا كاقتصادي ما يمكن ليش نقول لك بانه ناجح 100%، ولكن بالمقابل ما يمكنش نقول لك بانه فاشل 100%. علاش؟ لان عنده واحد مجموعه من الايجابيات وكذلك عنده واحد مجموعه من السلبيات. نبداو بالايجابيات. الايجابيات ديال المخطط الاخضر ولا الجيل الاخضر هو اول حاجه هو ان يعني رفع من الدخل ديال الفلاح، لان الفلاحه كانوا كتخلصوا واحد الاجر اللي هو زايد، المخطط الاخضر رفع لهم من الدخل ديالهم، كذلك رفعنا من المساحات المزروعه، كذلك الدعم ديال المخطط الاخضر هو اللي خلى اليوم ان عندنا الكوتاكوت يعني في جميع الضيعات، كيف ما كانت ضيعه صغيره متوسطه او كبيره، وهو عطى واحد الدعم اللي هو كبير باش نجهزوا الضيعات الفلاحيه ونجهزوا يعني لي سير ونجهزوا واحد مجموعه من الامور اللي كلها امور مهمه، هو اللي خلانا اليوم وصلنا لمستويات قياسيه في الصادرات الفلاحيه ديالنا من الخضار ومن الفواكه، درجة أساسية. وبالتالي عنده واحد مجموعة من الإيجابيات، ولكن للأسف بما أن الفلاح بطبيعته دائما يبحث عن الربح وكيفكر بواحد الحس اللي هو براغماتي، يعني مشينا كلنا نحو هذيك الأمور اللي فيها الدعم اللي كيف المخطط الأخضر. المخطط الأخضر كان ينبني أساسا على الأشجار المثمرة، وبالتالي هذا هو اللي خلانا اننا ضعنا
فيما يتعلق بهذوك الزراعات المعيشيه اللي كيعيشوا بها المغاربه، اللي شنو هي؟ اللي هي الفارينه، اللي هي القمح، اللي هي الذره المايس، اللي هي النباتات الزيتيه، هي الشعير باش نعلفوا به البهيم ديالنا، واحد مجموعه من الامور. وبالتالي هذاك الفلاح باش كيبان ليه الدعم فين كاين، كيمشي للاشجار المثمره. مشينا للافوكا، مشينا للفريز، مشينا للطماطم، مشينا للدلاح، مشينا للبطيخ، مشينا شحال من حاجه، ونسينا هاد النباتات الزيتيه والفارينه والشعير. هذا هو اللي خلانا في نهايه المطاف وقع لنا واحد المشكل، ان كنصدروا الفائض ديالنا من الخضر والفواكه، ولكن كنستوردوا الحاجيات ديالنا من القمح ومن الفرينه ومن الذره ومن الشعير. هذا الامر هذا خلق واحد الاختلال في يعني المعروض من السلع المغاربه. المغاربه كيمشيو للسوق كيلقاو الخضره والفواكه، ولكن كيلقاو الفرينه والشعير كيلقاوها بثمن اللي هو مرتفع. امر ثاني من بين السلبيات ديال الجل الاخضر ولا المخطط الاخضر هو المدخلات الفلاحيه، هو ان اليوم ولينا كنديروا واحد يعني الاسمده وواحد الاعلاف واحد مجموعه من الامور اللي هي معدله جينيا، في حين ان قبل كنا كنزرعوا يعني زراعه اللي هي بلديه، يعني داك الشيء عندنا من العام اللي فات كنشدوا كنعاود نزرعوا هذا العام هذا. دابا هذا الشيء اللي عدل لمعدل جيني، الارض ديالنا ما بقاتش تقبل الا هذا الشيء اللي معدل جينيا. هذا الشيء اللي معدل جينيا ومكلف ماديا، يعني مثلا اليوم ما كندويو على كيلو مطيشه راه كندويو على عشرات الالاف من الدراهم، ماشي 100 درهم 200 درهم، كندويو على شي حاجه اللي هي غاليه بزاف. وبالتالي هذه الامور هذه خلاتنا عندنا واحد عدم توازن ما بين فلاحه تستجيب للحاجيات المغاربه وما بين فلاحه اللي هي فائضه لتستجيب لحاجيات الصادرات. صحيح درنا واحد الاموال اللي هي مهمه من العمله الصعبه، ولكن اللي كنا كندخلوه بالدراسيه كنا كنخرجوه باليمنيه. استاذ، المواطن المغربي دائما ما كيتسائل علاش كاين هذا ارتفاع الاسعار، خصوصا انه كاين فائض في الانتاج وكنصدروا بزاف للاتحاد الاوروبي، وعلاش دائما اغلب الوقت كيكون الثمن مرتفع ديال بحال مطيشه بحال الدلاح. الدلاح الثمن ديالو ما بقاش كما هادي شحال، كان بحال درهم وشي حاجه، دابا ارتفع في الثمن. شنو هو السبب المباشر لهذا الارتفاع؟ حيت المواطن المغربي كيبغي يعرف السبب المباشر لهذا الارتفاع. هو باش نجاوبوا على المواطنات والمواطنين، ارتفاع اسعار ديال المواد الغذائيه واسعار يعني الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض خلال هذه السنتين الماضيتين راجع لواحد ثلاث الاسباب اللي هي اساسيه، وهذه باش نكونوا يعني واضحين فيها. ثلاث الاسباب اللي هي مهمه. اول حاجه هو ان عندك جفاف. يعني شنو هو الجفاف؟ الجفاف هو ان واحد السيد الى كيزرع قطار من الارض، بما ان كاين الجفاف اما ما غيزرعش اما غيزرع النص ديالو، لان ما عندوش المياه باش ان يزرع هادشي. وبالتالي في نهايه المطاف هذاك السيد الا كان كيصاوب لنا واحد 10 صنط المطيشه، اليوم يلا كيصاوب لنا واحد 5. وبالتالي ملي كنمشيو للسوق واخا كنلقاو العرض راه كبير، راه ما كيمكنش لا يستجيب للحاجيات والمتطلبات ديال المغاربه اللي هما كاملين. وبالتالي اليوم الجفاف اثر على المنتوج ديالنا وعلى المعروض ديالنا من الاستيلاء. الامر الثاني واللي هو مهم هو ان احنا كان عندنا واحد الاكتفاء ذاتي كنا كنفرحانين به، كنقولوا بان احنا يا عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر ومن الفواكه ومن اللحوم الحمراء ومن اللحوم البيضاء ومن البيض ديالنا. ولكن تبين بعد حين بان ماشي اكتفاء ذاتي اللي هو صحيح، هو اكتفاء ذاتي اللي مقنع. علاش مقنع؟ لان ملي كيوقع شي مشكل في الجفاف او في الاعلاف او في الاسمده، هاد سلسله القيمه كامله تتاثر. لان اليوم الناس علاش اللحم كثر، اللحم غلا، لان الناس ما لقاوش باش يعلفوا البهيم ديالهم، ما لقاوش باش يعلفوا الابقار ديالهم الاغنام ديالهم، وبالتالي اما باعوها واما ذبحوها، باعوها للبعوه ذبحوها، وبالتالي ما بقاش عندنا المعروض هو قليل. نفس الامر فيما يتعلق بالبيض. البيض نفس القضيه، هو ان اليوم الفلوس اللي كنا كنشريوه ب 4 دراهم 5 دراهم، اليوم الناس كيشريوه ب 9 دراهم 10 دراهم، لانه قليل ولان الاعلاف ديالو والاسمده ديالو هي غاليه، لان كنجيبوها من الخارج. اذا هذا السبب الاول ديال الجفاف، والسبب الثاني ديال المدخلات الفلاحيه وديال الاسمده، وده كله ما يتعلق بالاعلاف ديالنا. كاين سبب ثالث اللي هو خاصيه مغربيه، هو للاسف ان هذه السلسله ديال التسويق ديالنا وديال التوريد ديالنا هي ماشي سلسله اللي هي عاديه، هي فيها مجموعه من الوسطاء ومجموعه من المضاربين ومجموعه من المحتكرين. لان في الاوقات العصيده اللي مرنا منها، عصيب اللي مرنا منها، وشراو المغاربه مطيشه مثلا ب 20 درهم او مثلا 18 درهم، راه ما كانش الفلاح كيبيعها بهذا الثمن.
الفلاح كان كيبيع ب 3 درهم او 4 درهم، ولكن علاش؟ لان الفلاح كيبيع واحد السمسار صغير، ثم السمسار متوسط، ثم السمسار كبير، وكنجيبوها لمارشي كليو، كيشريها واحد السيد مارشي كليو مره ثانيه، وكيشريها مره ثالثه، وكندوها النقل ديالها، وكنديوها للكروسه اللي كيبيعها في نهايه المطاف. الى هذه السلسله هذه درتي فيها كل واحد ربح غير واحد درهم، درهم ونص، درهم، درهم ونص، بالاضافه الى النقل، الثمن كيرتفع من 3 درهم ل 20 درهم او 15 درهم. وبالتالي هاد السلسلة ديالنا اللي فيها مجموعة من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، مثلا اليوم واحد السيد كتبان ليه بأن بطاطا كثيرة في السوق، في العوض من أنه يدخلها للسوق ويبيعها بواحد الثمن اللي هو مناسب، أشنو كيدير؟ كيمشي يدخلها في واحد الفريقو وكيسد عليها، كيحتكرها وكيسد عليها واحد الشهر واحد الشهرين، ملي كتقل هي في السوق عاد كيخرجوا البطاطا وكيبيعها بالثمن اللي باغي هو. ماشي 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 الثمن اللي هي حقيقي فيها، مثلا شراها ثاني واحد جوج درهم كيسد عليها هو وكيعاود يبيعها ب 8 درهم او 9 درهم. ولكن هاد الممارسات ديال الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الحكومه ما كتقومش بواحد المجهود كبير باش انها تحاربهم. اليوم كنسمعوا بان غيتم اعاده النظر في كل ما يتعلق باسواق الجمله وغنبداو بسوق الجمله. واش ما كايناش مراقبه؟ المراقبه هي كاينه مراقبه، ولكن المراقبه هي غير كافيه، لان مثلا هذيك المراقبه اللي كنديروا حنا ما يمكنش نحطوا على كل تاجر او كل وسيط نحطوا عليه واحد الحاجه. اول حاجه اللي خصني نشرحها لك هو ان هذا الوسيط ما عنده لا بادج، ما عنده كارت بروفيسيونيل، ما عنده شي حاجه. يمكن اي واحد، انا يمكن لي غدا نمشي عند واحد الفلاح نقول له داكشي بيعوا لي ونعاود نبيعه. اذا المواطن هنا هو اللي طبيعه الحال هادشي خصنا ننظموه. باش ننظموه هو ان ماشي اي واحد يمكن ليه شي سلعه، خاص تكون واحد السيد اللي معروف، اللي عنده بادج ديالو، اللي كيخلص الضرائب ديالو، اللي عنده الضمان ديالو، عنده شحال من حاجه، وعنده واحد العتبه ديال الشراء ديالو وشحال من الامور. هادشي يصلحنا يمكن نمشيو. ملي كنجيو للمارشي كريو اش كنلقاو؟ كنلقاو ان واحد الناس كيحتلوا واحد الكارويات، واحد المربعات اللي كيحطوا فيهم الكميوات السلعه ديالهم. هذاك السيد ما عنده ما كيهز السلعه ما كيحطها، وكيدي واحد النسبه مئويه من الحموله، واحد 2% او 3%، في حين انه هو بدون قيمه مضافه. علاش؟ لان واحد القيطه عطيناه واحد الريع مجاني بحال ما هكا. اذا اليوم خصنا نديروا اعاده النظر في كل ما يتعلق بهذه المنظومه التسويقيه ديالنا، ديال الوسطاء، ديال المضاربين، ديال المحتكرين. خصنا نحلوا مشكل ديال الاعلاف ومشكل ديال الاسمده، وخصنا نحلوا المشكل الاساسي ديالنا هو ديال الماء. هاد ثلاث الامور اللي حليناها يمكن المغربي غدا انه يشري السلعه بواحد الثمن مناسب. الا هاد الامور ما حليناهاش غدا وبعد غدا، قد ما كانت التقلبات على المستوى الدولي او المستوى المحلي، يمكن ان المغاربه يكتاويو بنار الغلاء كيف ما اكتواو هاد السنتين الماضيتين. شكرا استاذ على شرح الموضوع الاول. استاذ غننتقلوا للموضوع الثاني اللي هو بلاغ وزاره الخارجيه اللي وضح ان المغرب غير معني بقرار محكمه العدل الاوروبيه بشان اتفاقيتي الصيد البحري والزراعه. اليوم الى اي حد يمكن ان يؤثر هذا القرار على علاقات التعاون المغربي الاوروبي؟ وبطبيعة الحال حنايا غير معنيين بالقرار هذا، القرار حنا غير معنيين به، لأن القرار هذا دار في المحكمة ديال العدل الأوروبية، هي ما كايناش في المملكة المغربية. ثانيا المدعى والمدعى عليه حتى واحد فيهم ما طرف مغربي، ما المغرب دعا، ما المغرب دعاو عليه. هذا طرف واحد الجمعية التابعة للجبهة الانفصالية، الجبهة المزعومة، دعاو الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق، لأن واحد السلع اللي كيصدروها المزارعين المغاربة كتجي من العيون، كتجي من الداخلة، كتجي من بوجدور، وبالتالي هي في يعني في واحد المنطقة اللي كيقولوا هما أنها متنازع عليها، بحيث أن هذيك المناطق المغربية والصفقة تبقى مغربية حتى يأتي الله الأرض وما عليها. هذا أمر محسوم فيه. اليوم خصنا نعرفوا واحد القضيه، هو ان هذا الشيء كان في حكم اولي محكمه العدل الاوروبيه، ثم الاتحاد الاوروبي عاود استأنف القرار ديالو، وهذا القرار عاود ثاني مره ثانيه، لان هذوك القضاه اللي هما هذا امر اللي هو مجنب الصواب، بعيد عن مجلس الامن، بعيد عن الامم المتحده، مجموعه من الامور، وخذوا هذا القرار هذا هما اللي غيتحملوا فيه المسؤوليه ديالهم كامله. اكثر من ذلك ان في حيثيات القرار، لانهم عارفين بان يكون عندهم واحد الاثر سلبي على يعني الاستيراد ديالهم واحد مجموعه من الخضر والفواكه من المملكه المغربيه، قالوا بان غيديروا واحد فتره انتقاليه ديال 12 شهر. ولكن المغرب طيات 25 سنه الماضيه نوع من شركائه، لان حنا كنا كنبيعوا اسبانيا وفرنسا درجه اساسيه، اليوم حنا كنبيعوا لاوروبا، كنبيعوا لبريطانيا. يكفي انني نقول لك بان بريطانيا اكثر من ثلث ديال الطماطم اللي كتدخل السوق البريطانيه، الطماطم جايه من المملكه المغربيه.
هما كنبيعوا الصين، كنبيعوا الهند، كنبيعوا اليابان، كنبيعوا غربا نحو امريكا الشماليه ونحو كندا وامريكا، دون ان ننسى عمقنا الافريقي في السنغال، في مالي، في موريتانيا، في كوت ديفوار، في واحد مجموعه من الدول كنبيعوا فيها. وبالتالي السلعه المغربيه هي سلعه مطلوبه، ما بغاوش الاتحاد الاوروبي حتى الله اللي غيشريها من عندنا، حتى الله اللي غادي ياخذها من عندنا، في حين ان الاتحاد الاوروبي هو اللي خصو يقلب كيفاش انه يزود. اذا هو المتضرر الاول، طبيعه الحال هو المتضرر الاول. اكثر من ذلك، اليوم الاتحاد الاوروبي هو ملزم باش انه ياخذ واحد القرار، واش غادي يكون مع مملكه مغربيه للعمر ديالها اكثر من 12 قرن، ولا يكون مع واحد الجمهوريه اللي هي وهميه اللي ما عندها لا سكان، لا ارض، لا وطن، لا حتى شي حاجه، وانه يمشي معاه. وديك الساعه انا اعتقد، وهذا هو اللي بين بان مجموعه من ردود الافعال، مجموعه من الدول، كندوي على البرتغال، كندوي على اسبانيا، كندوي على بلجيكا، كندوي على ايطاليا، على فرنسا، يتشبثون بشراكتهم الاستراتيجيه مع المملكه المغربيه، لان الاسبان والفرنسيين والايطاليين وهذو كلهم هما الاولين يكونوا متضررين الى ما بقات السلع المغربيه. المغرب كذلك يصر بان لن يفرق في سلعه. ما غتقولش لي الاتحاد الاوروبي ان السلعه اللي غتجيني من طنجه وتجيني من الدار البيضاء ومن دكاله ومن الدار البيضاء انها تدخل الاتحاد الاوروبي، ولكن السلعه اللي غتجيني من بوجدور او من العيون او من الدخله ما غتدخلش. حنا كنقولوا لهم اما خذوا السلع ديالنا كامله واما ما غتاخذوا والو. واش كتشوف المستثمرين الاجانب غيضروا من اي ناحيه؟ لا نهائيا نهائيا، لا نهائي، بالعكس. المستثمر، شوفي، المستثمر الهدف ديالو شنو هو؟ الهدف ديالو الرئيسي هو الربح. انت بيع حتى الشيطان وما عنده غرض. الهدف الاساسي اللي عند المستثمر هو انني انا كنجيب الاموال ديالي كنستثمرها، المملكه المغربيه كتعاونني في مجموعه من الاستثمارات، المقابل ديالها هو ان السلعه ديالي خاصها تباع. الا ما بعناهاش لاسبانيا او ايطاليا، عطا الله كما قلت لك، عطا الله نبيعوها، ممكن نبيعوها لبريطانيا، ممكن نبيعوها واحد مجموعه من الدول. وبالتالي كنظن بان الاثر هذا أثره الاقتصادي هو بدرجة أساسية على الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه فرصة باش أننا نقويو القوة التفاوضية ديالنا، لأن هذا أمر مهم. لأن المغرب يعني بالإضافة لهذه الأمم المتعلقة، المغرب يعني هو شريك حقيقي للاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالهجرة، هو شريك حقيقي في كل ما يتعلق بمحاربة الجريمة، هو شريك حقيقي في كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، هو شريك حقيقي للاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالانتقال الطاقي، هو شريك حقيقي في كل ما يتعلق بالأمن ديال إفريقيا، هو شريك حقيقي في كل ما يتعلق بان المغرب يرجع واحد من السخاء الافريقي باش انه يسهل الاستثمارات الاوروبيه في 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 افريقيا. وبالتالي اليوم يعني اما خذونا كاملين اما خليونا كاملين، تاخذوا واحد، تاخذوا اللي يعجبكم ما يعجبكمش. المغرب هادشي ما بقاش كيدوي به. المغرب اليوم قوه اقليميه جايه وكتقول الكلمه ديالها، والشركاء ديالنا متعددين، على ابرزهم كنشوفوا اليوم كيفاش التهافت ديال المستثمرين الصينيين اللي باغيين يجوا للمملكه المغربيه باش انهم يديروا واحد مجموعه من الاستثمارات في كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائيه. كنشوفوا ان بريطانيا باغا تزود واحد 7 مليون ديال الاسر ديالها من الكهرباء انطلاقا من جنوب المملكه. كنشوفوا كيفاش ان المانيا باغا تمشي في المغرب في كل ما يتعلق بالهيدروجين الاخضر. كنشوفوا كذلك كيفاش ان واحد مجموعه من الشركات الدوليه كتجي للمغرب باش انها دير يعني واحد الاستثمارات في الطيران وكذلك في صناعة السيارات. كنشوفوا كيفاش ان البرتغال واسبانيا تثقوا في الشريك ديال الضفه الاخرى من المتوسط باش انها تنضم مع المونديال ديال 2030. هذه كلها امور اللي هي ايجابيه في المملكه المغربيه اللي خصنا نواصلوا بها العمل باش اننا نحققوا واحد الارقام ديال النمو من هنا لنهايه العشريه او بدايه العشريه القادمه ديال 7 8 9% كيف ما كاينه في النموذج التنموي الجديد، الكفيله بخلق الثروه والكفيله بخلق مجموعه من مناصب الشغل بالنسبه للشباب المغاربه اللي كيجيونا كل سنه ما بين واحد 300,000 و 400,000 قوليهم واحد مناصب شغل، ونقلصوا من نسب ديال البطاله، نرفعوا منش الدخل الخام ديالنا بالدخل الفردي ديال المواطن المغربي من 3000 دولار نوصلوا ل 5000 دولار في 2027 كما كتقول واحد مجموعه من المؤسسات الدوليه. واليوم المغرب كيحظى بواحد الثقه ديال مجموعه من المؤسسات الدوليه، لعل اخرها المؤسسه الائتمانيه صدر اند بورز اللي كتعطي المغرب ان واحد التصنيف اللي هو مزيان، وقالت بان من 2027 غنحققوا ارقام ديال النمو ديال 3.6% وان المغاربه غيوصلوا انهم يربحوا واحد 5000 اورو او 5000 دولار في 2027 كدخل اللي هو سنوي، اللي هو كيبقى دخل اللي هو متوسط، ولكن العمل هو 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 غادي. هذا الشيء عندنا صحيح، عندنا واحد مجموعه من المعيقات كل ما يتعلق بالماء، كل ما يتعلق بالطاقه، ولكن خاصنا نواصلوا العمل خلال القادمه من السنوات باش نوصلوا للمبتغى ديالنا الاساسي. فهذا الشيء كامل هو ان في 2035 نديروا مضاعفه الناتج الداخلي الخام ديالنا من 130 مليار دولار في سنه 2021 الى 260 مليار دولار في سنه 2035.
أستاذ، شفنا أن خفير جارة الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك أكد أن اتفاقية الصيد البحري غادي تضر إسبانيا، ما تعليقك في هذا الموضوع؟ طبيعة الحال غتضر، لأن من بين البواخر اللي كاينه في المياه المغربية 121 باخرة هي بواخر اللي هي إسبانيا. السوق الإسبانية تعتمد درجة أساسية، لأن هي تستهلك السمك درجة كبيرة، وتعتمد على السمك المغربي بطريقة تجارية كبيرة. وبالتالي اليوم هاد الناس هادو الإسبان طبيعة الحال سوف يدافعون عن مصالحهم، هذا هو اللي خلى بأن رد فعل ديال إسبانيا لم يكن متأخرا. أكثر من ذلك، أن حتى إبان الجائحة، ملي كانت جائحة كورونا وملي كانت العلاقات متوترة ما بين المغرب وإسبانيا، شفنا كيفاش أن الجنوب الإسباني تأثر بشكل سلبي كبير من عدم مرور مغاربة العالم إبانا، يعني فترة الصيف، لا مجيئا إلى المغرب ولا رجوعا إلى أوروبا. وكيفاش أن مجموعة من الناس احتجوا تما كاين. هذه أمور كنظن بأن إسبانيا خاصها تمشي فيها إلى أبعد مدى مع الاتحاد الأوروبي، لأن هي جارنا الأول، وعارفة كما كنقولوا بالدارجة المغرب شنو لاقي عليها، شنو لاقي عليها من الشمس. لا، لأن المغرب لا من الهجرة، لا من المعلومات الاستخباراتية، مجموعة الأمور، حنا هي شريك حقيقي، ما كندوش الكيل بمكيالين، ولكن حتى أوروبا حتى هي خاصها تتعامل معنا بنفس المنطق، لأن حنا هي شريك إيكال إيكال، حنايا بحال داكشي ديال زمان ديال سنوات السبعينات والثمانينات، أنهما الفوق حنا لتحت، تيبقاش اليوم. اليوم المغرب يتعامل مع كل الشركاء ديالو بندية، حنا بحال اشنو غتربح انت، اشنو غنربح انا نعطيك باليمنيه تعطيني باليسريه، اما ماشي انك تستغني او تاخذني او شي حاجه. هادي امور اكل عليها الدهر وشرب. شفنا اليوم ان المصدرين المغاربه طالبوا الحكومه بتنويع منافذ الصادرات وتقليل الاعتماد على السوق الاوروبيه، ما رايك استاذ في هذا الطلب؟ طبيعه الحال لان هذه فتره انتقاليه اللي غمروا منها واحد مجموعه مصدرين المغاربه، لان الناس عندهم لي بوند كوموند ديالهم. واحد مصدر مثلا في اكادير اللي يتعاملوا فقط مع اسبانيين او فرنسيين او ايطاليين، صعيب عليه ان غدا من يوقف هذا الشيء انه يقلب على زبناء جدد، وهذا الشيء استعدل ما غتسناش استعدل. وبالتالي هاد الناس هادو خاصنا نساعدوهم اليوم، خاصنا نمشيو اليوم عند اسواق اللي هي جديده، عند بريطانيا، عند روسيا، عند اوكرانيا، عند مجموعه من الدول، باش نبحثوا على واحد لي بوند كومون اليوم جدادين، بما ان هاد الناس هادو واحد الفتره ديال عام او عامين يمشيو يقلبوا على اسواق اللي هي جديده. وانا كنظن بان المغاربه هما فاطنين هاد الامور، لان كنعرف مجموعه من الفلاحين اليوم كيصدروا نحو روسيا وكيصدروا نحو اوروبا، وبالتالي يعني من السهل انهم يهزوا السلعه ديالهم من شريك اوروبي الى شركين خارج الاتحاد الاوروبي. ولكن طبيعه الحال واحد فتره انتقاليه ضروري غنمروا منها، خاص الدعم ديال الدوله، خاص الدعم ديال الحكومه، خاص نساعدوا هاد الناس نواكبوهم باش اننا نبحثوا على اسواق اللي جديده، نمشيو للمعارض اللي كاين ديال الفلاحه اللي كاينه على المستوى الدولي اللي غتكون خلال الاشهر القادمه. هذه كلها امور كنظن بان خاصنا نمشيو فيها باش نساعدوا هاد الفلاحه، لان هاد الفلاحه هما اللي كيخدموا المغاربه، هما اللي كيخدموا النساء، كيخدموا الرجال، كيخدموا الشباب، هما اللي كيزوا السوق الوطنيه، هما كيجيبوا عملة صعبه. وبالتالي كل امور خاصنا نمشيو فيها الى ابعد مدى. أستاذ، وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لقبول الدعوة، وشكرا لك حيت معنا اليوم وفدتينا بزاف ديال المعلومات. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة، نتلاقاو في حلقات أخرى مع مواضيع جديدة وضيوف آخرين. إلى اللقاء.